أهلا بكم من جديد. تواصل قوات الأمن تكثيف وجودها في الميادين والشوارع الرئيسية، خاصة ميداني التحرير والنهضة ومحيط ربيع العدوية، تحسبا لتظاهرات أنصار جماعة الإخوان بعد يوم من ذكرى فض اعتصامي ربيع والنهضة. هذا وقد شهد يوم أمس مواجهات بين أنصار الإخوان والأمن في مناطق متفرقة على مستوى الجمهورية، فيما انتشرت قوات الأمن المركزي وقوات الجيش بمداخل الميادين، وشهدت كافة الميادين فتحا للطرق أمام حركة السيارات والمارة وحالة من السيولة المرورية. تظاهرات محدودة في القاهرة وعدد من المحافظات بعد يوم من الذكرى الأولى لفض رابعة والنهضة، فيما انتشرت قوات الشرطة والأمن المركزي في الميادين الرئيسة وأمام المنشآت الهامة. أبرز الحوادث كانت في شارع فيصل في الجيزة، حيث سقط عدد من القتلى والجرحى بعد اشتباكات بين قوات الأمن ومؤيد الإخوان، كما شهد حي المطرية اشتباكات مماثلة. وفي حوادث أخرى قام مجهولون بإشعال النار في إحدى الحافلات، كما عثرت أجهزة الأمن على عبوتين ناسفتين بمحافظة قنا بصعيد مصر. وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على أكثر من 100 من أنصار جماعة الإخوان، فيما أصيب 17 شخصا وقتل 4 يوم أمس في ذكرى فض رابعة، ما رأى فيه خبراء أمنيون نجاحا لقوات الأمن في السيطرة على الوضع الأمني، وفشل للجماعة وتنظيمها في حجز المتظاهرين وإحداث حالة الفوضى التي كانوا يخططون لها. وكان عدد من المسلحين أطلقوا على أنفسهم كتائب حلوان، قد نشروا مقطع فيديو يعلنون فيه استهدافهم قوات الجيش والشرطة. هذا إنذار للداخلية على مستوى جنوب القاهرة، هذا ما نملكه على مستوى جنوب القاهرة بجميع مناطقها وجميع أقسامها، إنكم مستهدفون. وزارة الداخلية أعلنت على لسان متحدثها أن هذا الفيديو لم يصور في مصر، وأن الهدف منه تخويف الشعب المصري، وتوعدت كل من يحاول إرهاب المواطنين بالمواجهة بكل حسم وجدية. أحمد بجاتو، العربية.